السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، اليوم سوف نتابع شرح وحدة الصوت الفصل الثاني، الظواهر الصوتية، الدرس الأول، انعكاس الصوت وامتصاصه. من الأمثلة على الظواهر الصوتية، في عنا مثالين من الأمثلة على الظواهر الصوتية، هي انعكاس الصوت وامتصاص الصوت. سوف نفرق بينهم ونوضح المقصود بانعكاس الصوت والمقصود بامتصاص الصوت. انعكاس الصوت، أولا المقصود بالانعكاس، انعكاس يعني مثلا إذا مسكت كرة ورميتها على الحائط، فشو بصير فيها؟ بترتد أو بتغير مسارها أو بترجع لك. هذا هو المقصود بالانعكاس. انعكاس الصوت هو ارتداد الصوت نتيجة اصطدامه بحاجز ما، يعني هو ارتداد الصوت نتيجة اصطدامه بحاجز ما. يعني لما والآن وأنا بتكلم، لما يصل الصوت لحاجز ما، سواء كان حائط، كرسي، طاولة، أي جسم، فإن الصوت برتد. هذا هو المقصود بانعكاس الصوت. إذا انعكاس الصوت هو ارتداد الصوت نتيجة اصطدامه بحاجز ما. أما امتصاص الصوت، بنلاحظ في بعض القاعات الكبرى، المسارح، صالات الأفراح، بغطوا جدرانها بالفلين أو بالخيش أو باللباد. إيه، ليش بغطوا جدرانها بهاي المواد؟ لأن هذه المواد تعمل على امتصاص الصوت، تعمل على امتصاص الصوت، فتمنع تداخل الصوت مع بعض أو يمنع حدوث الصدى. شو يعني امتصاص الصوت؟ يعني إنه بمر الصوت أو ينفذ الصوت من خلال هذه الأوساط. إذا مرور الصوت أو نفاذه من خلال هذه الأوساط. إذا امتصاص الصوت هو مرور الصوت أو نفاذه من خلال الوسط. إذا انعكاس الصوت وارتداد الصوت، أما امتصاص الصوت هو مرور الصوت من خلال الوسط. هذا الفرق بين انعكاس الصوت وامتصاص الصوت. هنا في عندنا صورة موجودة عندك في الكتاب توضح طريقة انعكاس الصوت. إذا هون كان عندي مصدر للصوت، سواء كان ساعة، منبه، جرس، فشو بصير؟ يمر الصوت من خلال الأنبوب. لما يمر الصوت من خلال الأنبوب، عندما وصوله إلى حاجز أو لسطح صلب، سواء كان حائط أو أي جسم، فإن الصوت يرتد. فلما يرتد فيصل إلى أذن الإنسان فيستطيع سماع الصوت. هذه طريقة عملية أو عملية انعكاس الصوت. هذه هي عملية انعكاس الصوت. سؤال: ماذا يحدث الصوت عندما يصطدم بحاجز ما؟ حتى عند اصطدام الصوت بحاجز ما في له مسارين، جزء منه ينفذ خلال وسط أو جزء منه ينعكس خلال الوسط. إذا جزء منه ينفذ أو جزء منه ينعكس. متى ينفذ الصوت أو متى ينعكس؟ حسب عامل. في عنا عامل تعتمد عليه انعكاس الصوت وامتصاصه. إذا في عنا عامل يعتمد عليه انعكاس الصوت وامتصاصه، هو طبيعة السطح الذي تصطدم به أو نوع السطح. في عنا نوعين من أنواع السطح، في عنا سطح أملس أو سطح خشن. سطح أملس زي الزجاج أو السيراميك اللي هو الخزف. إذا سطح أملس زي الزجاج أو السيراميك اللي هو الخزف. إذا سطح أملس زي الزجاج أو السيراميك، السطح الأملس ماذا يعمل بالصوت؟ بأنه يعكس الصوت. إذا السطح الأملس يعكس الصوت. إذا السطح الأملس يعكس الصوت. أما السطح الخشن مثل الخشب، الفلين، الكرتون، الخيش، اللباد، هذه جميعها أسطح خشنة مثل اللباد أو الخيش، الزجاج، عفوا اللباد، الخيش، الخشب، هذه أسطح خشنة. إذا مثل اللباد، الخيش، الخشب، هذه أسطح خشنة. ماذا يحدث للصوت عند الأسطح الخشنة؟ إنه تمتص الصوت. إذا الأسطح الخشنة تمتص الصوت. تمتص الصوت. حكينا
في بداية الدرس. لذلك حكينا الجدران، القاعات الكبرى مثل المسارح وصالات الأفراح تغطى بالفلين أو الخيش أو اللبات. لماذا؟ لأن هذه المواد خشنة تعمل على امتصاص الصوت أو تعمل على امتصاص معظم الصوت، فيمنع حدوث تداخل للأصوات أو يمنع حدوث الصدى. إذا لأن أسطح هذه المواد خشنة فتمتص الصوت مما يمنع حدوث تداخل في الصوت. إذا لأن هذه المواد تمنع من حدوث تداخل للأصوات. لماذا؟ لأنها تمتص الصوت، تقوم على امتصاص الصوت. حكينا كمان هسا بتلاحظ في القاعات الكبرى الخالية اللي ما بيكون فيها لا أثاث ولا أي مواد، فشو بصير بالصوت؟ فإنه يحدث تداخل للصوت أو يحدث صدى للصوت. ليه؟ لأنه جزء من هذا الصوت فإنه ينفذ وجزء آخر منه ينعكس، فيحدث تداخل في الأصوات أو في عنا يحدث ظهور لصدى للصوت في القاعات الخالية الكبيرة. هيك نكون أعزائي الطلبة أنهينا شرح خصائص الصوت وانتصاصه، انعكاس الصوت وانتصاصه. الآن في عنا واجب بيتي، رجاء من جميع الطلبة أن يقوم بحل هذا الواجب على الدفتر. سؤال أقوم تعلم الموجود في الكتاب الطالب صفحة 66، أكمل فراغ في الجدول أت بوضع كلمة نعم أو لا في المكان المناسب. في عندنا جدول بعض من المواد، هل إمكانيتها امتصاص معظم الصوت الساقط عليها أو لا تمتص معظم الصوت الساقط عليها. المواد هي الخشب والزجاج والخزف والفلين والكرتون. هيك أعزائي الطلبة نكون أنهينا شرح درس انعكاس الصوت وانتصاص.